قرأت أنا أنها أن توبة شاثم الرسول لا تقبل حتى ولو تاب، لابد أن يقتل. هذا الكلام ما فيش، ليس هناك ذنب لا تقبل التوبة منه. أي ذنب من الذنوب باب التوبة مفتوح مهما عظم. لكن ما معنى أنها لا تقبل؟ يعني إذا واحد سب الرسول عليه السلام وجاء يقام عليه الحد، قال أنا أستغفر الله تبت، الحد يقام. مثل السارق إذا قبض عليه وهو يسرق، واعترف بالسرقة وجاء عند القاضي قال أنا تبت، تقبل توبته أو يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد من هذا الباب فقط. أما أي شخص ما في ذنب اسمه لا تقبل التوبة منها أبدا. نعم، ما كلام غلط وكلام غير صحيح بالمرة. أنا ربما القصور عندي أنا قرأت. لا هو كلام موجود، يعني أي ذنب مهما كان فاعله، وفاعله قال تبت إلى الله وأريد أن أرجع إلى الله، لا يحال بينه وبين هذه التوبة. لكن حدود الله تقام على الذي اقترف ما يستدعي الحد، زنى وقبض عليه وقام الشهود وخلاص حكم عليه بالجلد أو بالرجم، إذا قال أنا تبت خلاص توبتك بينك وبين ربنا، ما نختلف فيها ولا أحد يمنعك منها، لكن حد الله يقام، حد الله يقام بس.